وكرت سبحة المواقف حيال تفجير دمشق عقب 24 ساعة على حدوثه، وتزامنا مع تشييع ضحاياه الذي حضره وفد من المراقبين العرب. إياكم حذاري من سوريا، والله إن تجرأتم وأخطأتم وبعتم ضميركم والله لن يغفر لكم لا التاريخ ولا الدين. هذه كلمتنا، أنجزوا عملكم وارحلوا فوالله غير مرغوب فيكم. الأهداف باتت مكشوفة، قال المجلس الوطني السوري، مضيفا أن نظام الرئيس بشار الأسد الذي يتحمل مسؤولية التفجير على حد تعبيره يهدف إلى تخويف الشعب السوري وتضليل مراقبي الجامعة العربية. وبعيدا عن الاتهام، أكد المجلس أن هكذا ممارسات تثبت حاجة المراقبين والمبادرة العربية إلى دعم سياسي وقانوني دولي، معتبرا أن اتفاق جامعة الدول العربية ومجلس الأمن على العمل المشترك يمثل خطوة أولى لاتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لتوفير حماية للمدنيين السوريين ومنع النظام من ارتكاب مزيد من التفجير والقتل. من جهة أخرى، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه العميق، مشددا على ضرورة أن يتوقف العنف بكل أشكاله فورا. أنا ما زلت شديد القلق إزاء الوضع المتدهور في سوريا، حيث قتل الآلاف منذ آذار الماضي وحيث يقتل المزيد في كل يوم. أكرر القول بأن كل أشكال العنف مرفوضة ويجب أن تتوقف في الحال. الخارجية الأمريكية التي دانت الاعتداء أشارت إلى أن تحديد كيفية حصوله غير ممكن حاليا، واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند أن المراقبين العرب يقومون بقصارى جهدهم، لكن السؤال يبقى في مدى جدية تعاون النظام السوري معهم وفقا لما التزم به. ومن القاهرة، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الذي دان عملية التفجير بشدة إلى وقف كل أشكال العنف على الفور ومن أي مصدر كان. هذا ودانت إيران التفجير، مؤكدة أن وحدة الحكومة السورية والشعب السوري يخيبان آمال أعداء سوريا الذين لا يفكرون إلا بالحرب الأهلية.